السلام الله عليكم، أزول في اللون، شالوم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات يهودي من بلدي. حلقة جديدة وشخصية جديدة ستتعرفون عنها لأول مرة، تابعونا. هو مغربي يهودي الديانة، ولد في عام 1918 في مدينة الدار البيضاء لعائلة يهودية من شمال المغرب. كان مهندسا معماريا مغربيا وأحد الممثلين الرئيسيين لمجموعة المهندسين المعماريين المغربيين المعاصرين. بعد استقلال المغرب عام 1956 يعتبر أول مهندس معماري مغربي معاصر، وهو شخصية رئيسية في الهندسة المعمارية. قام بالعديد من أعماله في الدار البيضاء وطنجة وأكادير ومعظم المدن المغربية ككل. في الفترة من عشرينيات القرن الماضي وحتى الأربعينيات، وهو المهندس المعماري الذي شكل الوجه الحديث للمدن المغربية. تدرب في مدرسة الفنون الجميلة في باريس من عام 1937 إلى عام 1946، وعمل في العديد من أوراش العمل بالإضافة إلى عامين في ستوكهولم في السويد. بعد عودته إلى مدينة الدار البيضاء سنة 1949 عملت وكالته واستمرت في نشاطها حتى سنة 2007. انضم إلى تجمع المهندسين المعماريين المغاربة المعاصرين الذي يعرف اختصارا باسم جاما، أي جروب ديزارشيتكت مودرن ماروكا، حيث اختلف مع أحد المسؤولين الفرنسيين الذي جادل بأن المغاربة غير قادرين على العيش في ناطحات السحاب. بعد الاستقلال أصبح قائد هذا التجمع، أي تجمع المهندسين المعماريين المغاربة المعاصرين، وطور البحث عن هندسة معمارية خالصة ومخلصة لأخلاقيات الحركة الحديثة ومراعية للظروف المغربية، حيث نفذ بين عام 1957 وسنة 1960 مشروع حي الإسكان الشعبي درب جديد العقاري في الحي الحسني، وكذلك مكتب الوطني للشاي، وكذلك محكمة أكادير. قدم مساهمة كبيرة في إعادة إعمار مدينة أكادير التي دمرها زلزال عام 1960، وصمم العديد من المباني المدرسية مثل مبنى لسليوطي، وصمم وأنشأ العديد من الفيلات ذات وظائف عضوية ومبتكرة مثل فيلا شولمان سنة 1951، بينما كان منزله الذي صممه بنفسه سنة 1962 نموذجا راقيا للعمارة في ذلك الوقت. وكذلك كان الرئيس السابق لنقابة المهندسين المعماريين في المغرب بعد الاستقلال بين سنة 1958 إلى سنة 1971، ويعتبر هو عميد المهندسين المعماريين المغاربة. توفي في الدار البيضاء في 22 يناير من سنة 2009. هذا مقتطف من حياة هذه الشخصية التي تعد من أشهر المهندسين المعماريين والمصممين المغاربة وأكثرهم تأثيرا فيما يخص العمارة المغربية، وهو موضوع حلقتنا لهذا اليوم من سلسلة حلقات يهودي من بلدي. فمن يكون هذا الرجل المغربي؟ تابعونا. سيرته الذاتية. هو إيلي الزاغوري، مغربي يهودي الديانة، ولد سنة 1918 بمدينة الدار البيضاء في مبنى ماغازان باغي ماروك، وهو أول مبنى في الحي الأوروبي في الدار البيضاء ويطل على ساحة فرنسا، لعائلة يهودية مغربية أصلها من شمال المغرب. وتوفي في 22 يناير سنة 2009. كان مهندسا معماريا مغربيا مؤثرا
ورئيس تجمع المهندسين المعماريين المغاربة المعاصرين بعد استقلال المغرب عام 1956، وكان نشطا في تصميم المدن ومشاريع الإسكان الاجتماعي المكونة من وحدات نمطية في أماكن مثل الحي الحسني في الدار البيضاء وعدة مدن مغربية. جمعت هذه المشاريع بين عناصر العمارة الحديثة العتيقة مع مراعاة الثقافة وأنماط الحياة المغربية. أصبح إيلي الزاغوري أول مهندس مغربي معاصر، وقاد مجموعة المعماريين المغاربة المعاصرين بعد استقلال المغرب، وكان هو وزميله جون فرانسوا زيفاكو من بين أهم المهندسين المعماريين في مدينة الدار البيضاء في القرن العشرين. نبذة عن أصوله وعائلته: ولد إيلي الزاغوري في الدار البيضاء لعائلة يهودية من شمال المغرب. كان والده يهودا حيين الزاغوري رجل أعمال ومدير شركة بناء في الدار البيضاء. ربما يرتبط اللقب الزاغوري بمدينة زاغورة العاصمة التاريخية لمنطقة وادي درعا. حياته الشخصية: لإيلي الزاغوري ابن هو آدم الزاغوري، وابنة هي أوديل الزاغوري.